السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. سلسلة جديدة غادي نزيدو نخدموها في إطار السلسلة ديال الفورماسيون ديال لا بيروتيك. اليوم غنشوفو الطريقة كيفاش نأنسيغيو ولا كيفاش غادي نديرو نخدمو في لابليكاسيون ديال مايكروسوفت باور بوينت. الحمد لله تم تقريبا الفورماسيون ديال الوورد راه ساليناها، يعني حطينا فيها أزيد من 53 فيديو. ليك سيرتها هي ازيد من 25 فيديو في اطار انا نزيد نكملوا لي فيديو واحد اخرين في هاد لابليكاسيون. الوغ اليوم غادي نشوفوا البارتي ديال باوربوينت، كيفاش غنخدموا باوربوينت، كيفاش غندخلوا لابليكاسيون ديال باوربوينت، شنو هي شنو هاد لابليكاسيون، شنو الدور ديالها، شنو ممكن تصاوبوا منها اكسترا. ف البدايه دائما في اي ابليكاسيون كما كنخدموا بها اول حاجه كنعرفوها هي كيفاش غندخلوا لابليكاسيون. شفنا في الوورد وشفنا في الاكسل تقريبا كاينين 4 ديال الطرق. الطريقه الاولى كتجي لديماغي، كتكليك في ديماغي، ابخي كتجي لهنا كتكتب باور بوينت، هو غيعطيها لي كتكليك عليها. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كتمشي لابار دي تاش، كتقلب هنا واش عندي باور بوينت، الا كانت عندي هنا كدير فيها دوبل كليك. هذه طريقه اخرى باش ندخل للباور بوينت. صافي. الطريقة الثالثة للأغلبية ديجا خادم بها، الطريقة الثالثة كنا كنمشيو للبيرو باش ندخل للبيرو، باش ندخل للبيرو تقلب هنا على لاكورسي ديال باوربوينت، هي هي وقت لاكورسي ديال باوربوينت تكليك عليه. واخر طريقه كدير كليك داو نوفو، موراها كنا في الوورد كان فيه دوكيمون مايكروسوفت وورد، دابا بريزونطاسيون باور بوينت او كيعطيها لي هنا، كدير فيها دوبل كليك كنت غادخل. هذه الطريقه باش انني نانسيغي ولا باش انني ندخل الباور بوينت. فاش كتدخل الباور بوينت هذا هو الانترفاس، هو الانترفاس اللي كيتعطى، شنو كيقول لي هنا، كليكي بو اجوتي بروميير ديابوزيتيف. مزيان. هذا الانترفاس ما غاديش نعاودو، علاش؟ حيت ديجا عندنا في الوورد، ديجا خدمناه في الوورد، دونك يكفي انك ترجع باش تعرف هاد لي هاد لي كوموند شنو الدور ديالهم. مثلا هادي فيرمي كتسد لها فريت، هادي نيفو انفيريو كتصغرها، وهادي اكوندر كتولي كتكبرها، غيدوير كتخرج وكتلقاها لتحت. هادي قلنا لا باغ دو تيتر، هادي لا باغ دو سيلاكس رابيد، هاد سون دي زونكلي لي كوموند لي جروب، هادشي كامل ديجا خدمناه في لابليكاسيون ديال الوورد في لي ديتاي. دابا غنشوفو في الوورد كنا كنهضرو على لي باج، يعني مثلا هادي كنسميوها باج ان. دابا مبقيناش غنهضرو على لي باج، ولينا غنهضرو على لي ديابوزيتيف. شنو هما لي ديابوزيتيف؟ هما ديابوزيتيف هي هادي، اي وقت ما نقول على باج غتولي ديابوزيتيف، هي راه مكتوبة عندي هنا ديابوزيتيف ان دو. صافي، يعني ديابوزيتيف ان من ان اللي هو في التوتال. في هاد الانترفاس ديابوزيتيف الى بقيتو عاقلين معايا في لاباج الاولى ديال باوربوينت، لاباج الاولى ديال الوورد، يعني ديال واحد الدوكيمون ديال الوورد مثلا البحث ديالنا، كتسمى لاباج دوكا. هادي في باوربوينت اول ديابوزيتيف كتسمى ديابوزيتيف دو تيتر، هي هادي. صافي، شنو كنصاوبو اولا شنو كنقدو من الوورد، من الباوربوينت. الباوربوينت كنقدو فيه لي بريزونطاسيون، كنقدو فيه لي بريزونطاسيون مرعوب. صافي، بريزونطاسيون. هاد لي بريزونطاسيون الا كنا كنصاوبو في لي بريزونطاسيون في الباوربوينت، الوغ لابليكاسيون ديال الباوربوينت كتسمى لوجيسيال دي بريزونطاسيون. الوورد قلنا هضرنا عليه، قلنا بانه كتسمى لوجيسيال دو تريتمون دو تيكست، الباوربوينت كيتسمى لوجيسيال دي بريزونطاسيون، الاكسل كيتسمى لوجيسيال دو تريتمون دو دون. او الى سولك شي واحد في امتحان، الى حطيت لك في امتحان مثلا لابليكاسيون ديال باوربوينت واش لوجيسيال دي بريزونطاسيون ولا لوجيسيال دو تريتمون دو تيكست، دونك هو كيتسمى لوجيسيال دي بريزونطاسيون. دونك الباوربوينت ممكن تصاوب فيه بريزونطاسيون، ممكن تصاوب فيه لي فيديو، يعني غتقاد فيه لي فيديو، وممكن ايضا تقاد فيه لي زانونس. انا عندي شي حاجه، شي برودوي كنبيعو،
ولا مثلا كندير دي فورماسيون ممكن تصاوب واحد لانونس انت اخذت الباوربوينت صافي. دونك هاد لي بارتي ان شاء الله كاملين غادي نشوفوهم، مازال غنشوفوهم بلي ديتاي. هادي البارتي الاولى فاش غتدخل الباوربوينت كيعطيك هاد الديابوزيتيف. دابا هاد الديابوزيتيف كتسمى ديابوزيتيف دو تيتر، و الا شتي معايا هنا كيقول لك كليكي بور اجوتي ان تيتر، كليكي بور اجوتي ان تيتر. فاش غتكليكي كيمشي داك لو يعني داك لو تيكست كيكون غير كيبان باش تكليكي تما. غنقول مثلا مايكروسوفت باور بوينت صافي. هنا كيقول لي كليكي بور اجوتي ان سو تيتر، مثلا في لي بريزونطاسيون لي سوتنونس مثلا فاش كنبغي نسوتنيو مثلا في لافاك كيجي هنا كيقول لك كتب لي العنوان. انا هادشي من بعد غنشوفو هنا بعديش كتكتب مثلا لو تيتر ديال البحث ديالك، موراها ممكن تجي لهنا دير رياليزي بار مثلا السميه ديالك. يعني كنكتب رياليزي بار ونكتب هنا السميه ديالي. ممكن تزيد اون كادري بار، و الا كنتو بزاف ديال لي زيتيديون يعني تكتبو بزاف ديال كل واحد يكتب الاسم ديالو. دابا الا بغينا نقادو لي كولور مثلا هادي عندي فيها باغي نزيد لها فلاتاي سيليكسيوني كتمشي لجروب بوليس. الجروب بوليس ديال الوورد مع الاكسل مع الباوربوينت نفسه يعني داكشي اللي قلنا في الاول هو اللي عندنا. دونك شنو عندي هنا غتجي هنا غتزيد فلاتاي ممكن تعطيه الكرا لي طاليك سيليكسيوني اونبر لا كيتزاد بحال الكرانيت في الباسي. لي كولور الا بغيتي تبدل لا كولور ديال يعني ديال لو تيكست كتمشي للكولور دو بوليس كتختار الكولور لي بيسي. موراها ممكن نجي ليها رياليزي با نعطيها لك راسها هي ونجي نختار لها لا كولور ديال صاليتي لي كولور. السؤال المطروح دابا انا ساليت ديابوزيتيف دو تيتر يعني قديت لو تيتر ديالي باغي ندوز لديابوزيتيف الثاني. ديابوزيتيف الثاني خاصها تكون عندي هنا صافي. الو كيفاش غنزيد هنا ديابوزيتيف واحد اخر؟ باش تزيد ديابوزيتيف واحد اخر هنا غتكليكي غتجي لهاد ديابوزيتيف غتكليكي بلا سوري وغدير اونتخي. الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غدير عليها كليك دغوا نوفيل ديابوزيتيف هو تزاد. الطريقه الثالثه غتمشي ترجع هنا نوفيل ديابوزيتيف غتكليكي فيها. الطريقه الرابعه غتمشي للانسيرسيون وتكليكي على نوفيل ديابوزيتيف. هادو كاملين لي ميثود باش انك تزيد ديابوزيتيف. يعني كاينه اونتري كاينه كليك دوا نوفيل ديابوزيتيف كاينه اكوي نوفيل ديابوزيتيف هي مكتوبه عندي هنا او لا انسيرسيون نوفيل ديابوزيتيف. هادي بالنسبه الطريقه اللي بغيتي ديرها بالكلافي. نسيت الطريقه الخامسه اللي بغيتي ديرها بالكلافي راه كدير كونترول بلس ام كونترول بلس ام صافي. هادو هما الطرق باش تزيد لي ديابوزيتيف. دونك فاش كتزيد ديابوزيتيف شنو كيقول لي هنا كليكي بور اجوتي ان تيتر ملي كتجي كتكليكي هنا كتقول مثلا لوريجين دو مو انفورماتيك انفورماتيك التالي ديال لانفورماتيك. دونك بنفس الطريقة ممكن سيليكسيوني غنمشي لاكو لكرا نزيد لو فلاتاي مثلا ونعطيه شي كولو صافي مثلا لوريجين دو مو انفورماتيك. دابا هادي شنو كتسمى هاد ديابوزيتيف الاولى قلنا كتسمى ديابوزيتيف دو تيتر يعني ديال العنوان. الثانية والثالثة والرابعة حنا غادي شنو كتسمى كيتسماو لي ديابوزيتيف ديال التيتر اي كونتون. كتسمى تيتر اي كونتون يعني ديابوزيتيف دو تيتر اي كونتون. شنو نقصد بها تيتر اي كونتون؟ يعني كيكون عندك واحد العنوان كيكون واحد الكونتوني. اغلبيه كيكون غالط في الكونتوني كيقول الكونتوني هو شي حاجه مكتوبه. دونك ماشي بالضروره تكون شي حاجه مكتوبه انما الكونتوني راه ممكن يكون تكست ممكن يكون ايماج فيديو اوديو ممكن يكون صوره جرافيك تابلو سمارت ارت اللي هي خطاطة. يعني هادو كاملين كتسمي كونتوني. دونك قال لي هنا كليكي بوغ اجوتي ان تكست. الا بغيتي تكست كتكليكي و غتكتب لو تكست ديالك اولا بالطريقة اللي كنا خدمنا في الوورد غدير تساوي
الا بغيت اسير واحد لو تكست واجد تفتح القوس تعطي مثلا واحد دو باراغراف وغنسد القوس وما تعطاوي صافي. بغيتي انت ما باغيش مثلا لو تكست باغي دير انسيري لي غرافيك او لي زيماج، نجيب لهنا الفيديو هادي او كدير هنا لو تيتر كتجي لهنا. انت ما باغيش مثلا تكست، شنو باغي؟ باغي ليماج. الا رجعتو معايا للوورد الطريقه باش نانسيغيو ليماج كنديرو انسيرسيون ايماج، حنا لا ما غاديش نخدمو بانسيرسيون ايماج، نجيو لهنا. المهم ممكن تخدم بها ولكن هو اللي كيسهل عليك، كيقول لك الا باغي تانسيغي ليماج غتهبط لتحت، هي هادي هنا ايماج غتكليكي غيقول لك انسيغيها من البيسي. مثلا غنجيب هاد الادابتاتور هي غتحط لك صافي. انت ما كنتيش باغي ايماج، باغي مثلا جرافيك، مثلا كتكليكي على الجرافيك هي عندي هنا لي بيان اوكي، فتحت لنا لا فينتر ديال الاكسل. يعني هادي طريقة باش انك تانسيغي ل... هنا ممكن تجي دير لو تيتر ديال مثلا اكسبلوطاسيون. صافي دونك هنا كتكون قاد لي سيت ديك المي بيان. دونك الكونتوني شنو غنهزو من هنا وشنو غنفهمو من هنا، بأن الكونتوني هو كيكون دائما يعني ديال يا إما إيماج يا إما تكست يا إما جرافيك أو لا سمارت أرس أو لا فيديو أو لا أوديو. من بعد غنشوفو كيفاش نأسيغيو لي فيديو. مزيان دابا خصنا هاد البريزونطاسيون نبريزونطيوها. دابا تخيلوا معايا إلا خديت هاد البريزونطاسيون، مثلا هادي بريزونطاسيون ديالي صافي، فاش غنشد هاد البريزونطاسيون غنمشي نسوتني مثلا قدام اللجنة. انت غتسوتني قدام اللجنة شنو غيوقع؟ غتلقى بأنه عندك المشكل ديال مثلا أن هاد البريزونطاسيون أنا كنشرح مثلا في مايكروسوفت باوربوينت، واحد آخر غيكون من دوك الناس اللي غيكونوا حاضرين غيكون كيشوف الديابوزيتيف الثانية والثالثة شنو غيجي. واحد آخر تقدر يشوف الساعة مثلا ما عندوش أغراض في الساعة، واحد آخر تقدر يبقى يشوف لنا لي زونكلي. دونك كيفاش نخليهم يركزوا لي غير في هاد الديابوزيتيف غير في هاد البريزونطاسيون؟ دونك باش تلونسا هاد غير هاد البريزونطاسيون غتمشي دير اف 5. دونك اف 5 في لانتروديكسيون كنا كنقولو بأن كدير لنا اكتواليز، يعني إلا كنتي في سيت وي ولا في نافيكاتور وي. بالنسبة لإف 5 في الوورد كدير لنا لا فان تو غوشيغشي غومبلاسي، إف 5 في الباوربوانت كتعطي لنا لو مود ديال بوراما، لو مود ديال بوراما. إف 5 إلا جيت نكليك عليها كيفاش غتولي؟ هذا لو مود ديال بوراما. في لو مود ديال بوراما كتبها عندك مزيان وعقل عليها. لو مود ديال بوراما البريزونطاسيون كتكون اون مود بلان ايكرون، يعني كتشد لي ليكرون كامل صافي. الوغ البريزونطاسيون اف 5 في الباوربوينت كتعطينا لو مود ديال بوراما. في لو مود ديال بوراما لا بريزونطاسيون كتكون اون مود بلان ايكرون صافي. هذه هي لو مود ديال بوراما. دونك غير كان اللي كان كيشوف لي الساعه ما بقاش عندنا الساعه، اللي كان كيشوف لي زونغلي لي ديابوزيتيف ما بقاش عندنا. دونك شنو غادي دير دابا الا باغي نخرج من هاد لو مود؟ كدير ايشارب صافي. الاشكاليه الى لونسينا اف 5 شنو غنلقى؟ الا باغي ندوز للديابوزيتيف الثاني كتكليكي بلا سوري او لي فليش دو ديبلاسمون. دونك هنا كنبغي نرجع كنبغي ندوز بيناتهم صافي. الاشكاليه اللي عندنا هو لاغيير بلون ديال هاد الديابوزيتيف كاملين نفس لا كولور. دابا الى بغينا نبيرسوناليزي مثلا بغينا نخلي واحد الخلفيه شنو غادي دير؟ غادي كليك دغوا ميزون فورم دلاغيير بلون صافي. نبداو بهادي واش مشكل ميزون فورم دلاغيير بلون شنو غادي دير؟ غتلقى هنا عندك الانواع ديال لي غومبليساج اللي قرينا في الباوربوينت في الوورد. دونك كاين غومبليساج اوني سيتادير كولور واحد، يعني غتجي لهنا غتختار كولور واحد مثلا نختارو البلو غيتعطالي. كنت باغي دير غومبليساج ديغرادي هي عندي، باغي دير غومبليساج افيك ايماج او تيكستور. دونك هنا فاش غتكليكي على غومبليساج افيك ايماج او تيكستور، الا كنتي باغي تانسيغي ليماج راه كاينه هنا سورس ليماج او غتلقى انسيغي ابارتيغ دان فيشي. الا بغيتي تيكستور هي عندنا تيكستور، يعني غنجي مثلا كليكي في الثانية نطبقو فيها تيكستور، كتكليكي في الديابوزيتيف حيت كتبقي على وحدة، كليكي في الديابوزيتيف الثانية وغادي نجي نختار
remplissage avec image ou texture. On aura c'est-à-dire نجي هنا هاي تيكستشر نكليكي فيها ونختار النموذج اللي بغيت مثلا هادي هو تعطي صافي. الثالثة مثلا نطبق فيها ايماج نجي ما عنديش لي زيماج ديال لاغيير ماشي مشكل نكليكي على ايماج وغندير هنا انسيري سورس ليماج انسيري اباسير كيقول لي هنا واش غاتانسيري اباسير من الفيشي يعني واش عندك في الفيشي هادو الناس اللي عندهم فيشي واش اباسير لا سورس اونلاين دونك انا ما عنديش في البيسي غنمشي نجيبها الا كانت عندك البيسي غتكليكي عليها فاش غتكليكي غيعطيك هنا لي زيماج اللي عندك شوف يكون كاين شي وحده هنا مثلا نجيب هاد ديال البيسي وندير لها انسي وهي غتحط لك صافي كذلك الموتيف هادو راه ديجا خدمناهم في الاول صافي دونك هادي بالنسبه لاغيير بلون الا بغيت هاد لاغيير ديال واحد لا بريزونطاسيون ديالك كاينه طريقه اخرى باش تقاد لاغيير نحاول نشوفوها هنا دابا هادو عندهم نفس لاغيير الا ما بغيتش تقاد بكليك دوا ميزون فون د لاغيير بلون يعني تطبق فيها كومبليساج اون تيكستور ديغرادي ايماج موتيف كومبليساج غاتجي لهنا غاتمشي لونجلي كونسيبسيون الناس اللي عندهم اوفيس 2024 2021 تلقى كونسيبسيون الناس اللي عندهم 2019 2016 تلقى كرياسيون وكذلك تاع 2010 2017 يعني نكليكيو على كرياسيون شنو عندنا هنا عندنا لي تيم دونك تجي تكليكي في هذا البوان وابخي غتختار واحد التيم مثلا نختار هاد التيم وغادي تعطيني على هاد الشكل شنو غادي نجي نجي هنا نكتب له مثلا اوفيس هذا عنوان مثلا وهنا كليكي بوغ اجوتي مثلا ممكن نرياليزي بار ياسين صافي ثانية طبق فيه نفس لوبسيون إلا باغي تطبق فيها واحد لو ستيل آخر شنو غادي دير غاتجي لهنا غاتختار نختار شي نموذج مثلا من هاد النماذج دونك نختار مثلا هذا كليك دوا أبليكي و ديابوزيتيف سيليكسيون و غيطبق لي فقط على ديابوزيتيف صافي دونك علاش مختلفة هادي هاد جوج علاش مختلفين على الاولى حيت هادي راه كتسمى ديال بوزيتيف دو تيتر يعني كيكون عندها الديزاين ديالها بوحدها بارابور الاخرى صافي لان الثانيه والثالثه كياخذهم بعين الاعتبار بانه راسهم ديال بوزيتيف ديال التيتر مع الكونتون يعني غيبقى تحت فيها الكونتون يعني داك الديزاين بزاف باش يلعبوا على الديزاين بزاف كيكونش دابا هنا في هاد ديال بوزيتيف الا خدينا هاد الديابوزيتيف هو عطاني هاد الديزاين جيت للديابوزيتيف الثانية هو عطاني هاد الديزاين دابا هاد لي بوان لي بالخضر هاد لي بوان شنو كيتسمو ولا مثلا هاد لي فورم هادو كيتسمو لي غرافيك داغيير بلون الا كنتي باغي تحيدهم يعني ميبانوش عندك ميبقاوش عندي كتجي لهنا ميزون فورم داغيير بلون وغيعطيني نفس لا فونيتر ديال كبير شنو غادي دير تجي لهنا غدير ماسكي لي غرافيك داغيير بلون شغل تكليك عليه وما مشى مبقاش نمشي عشان نكليك في هذا وندير له مثلا ماسكي لي جرافيك داغي بلون وما مشى هادي كذلك ماسكي لي جرافيك داغي بلون وما يمشي يمشي ديك البوان دونك هادي الطريقة باش تقاد لاغيا بلون ديال لي فورم او ديال لي ديال بوزيتيف دائما لي ديال بوزيتيف ديالك راه الا ما كانش زون دو تيكست الا شفتو معايا فاش كندير اونتخي ولا كليك دابا كيتزاد لي هنا زون دو تيكست هادي زون دو تيكست وهادي زون دو تيكست هادي ديال لو تيتر وهادي ديال التيكست عادي الا ما كانش هاد زون دو تيكست كون على يقين بان راه ما غاديش تخدم ديال ديابوزيتيف يعني ما غاديش تكتب فيها مثلا نجيو لهنا نكليكيو ونبقى نكتب هادي كليكي هنا نكليكي مثلا على برا الا كليكتي هنا وكتبتي شنو كيقولي كيقولي ميمكنش يعني ضروري خصك تكليكي في زون دو تيكست عاد غيعطيني باش انني نكتب دونك كانت هذه هي لا سيونس ديال هذا النهار شفنا فيها لي بارتي ديال كيفاش نزيد ديال بوزيتيف كيفاش ندخل الباوربوينت وايضا كيفاش نخدمو لي ستيل ديال لاغيير بلون وكيفاش غادي نخدمو في لي بليتي دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي نزيدو نخدمو لي بارتي الاخرى نتلاقاو في الفيديو الجاي